السلام عليكم. دليل العظمة، هذا هو الكتاب الثاني للكتاب الشهير للكاتب روبن شارما. وبما أنني قرأت الجزء الأول وأحببت طريقة الكتابة، فلم يكن هنالك مانع من قراءة الجزء الثاني، وأنا مؤمن أنه كتاب تحفيزي لا يقدم لك خطوات واضحة، وإنما فكرة عما يمكنك القيام به بخصوص جوانب مختلفة من حياتك اليومية لتنجح. روبن شارما اختار إذن أن يكمل على نفس الطريق وبنفس الشكل والصياغة، قدم لنا كتاب دليل العظمة الثاني. الكتاب يحتوي مجموعة من النصائح والتوجيهات التي تجعل منك قائدا، سواء على المستوى الفردي أو داخل مجموعات. وإن سبق أن قرأت الكتاب السابق سترى تركيز الكاتب كثيرا على مبدأ القيادة. الكتاب بذلك يعتبر تكملة لما سبق أن احتواه الكتاب السابق، وكتب بشكل شبيه به، حيث تجد النصيحة في فقرة منفصلة ومرقمة وتحت عنوان خاص. الكتاب لا يقدم لك خطوات واضحة ومحددة للقيام بشيء معين، وإنما هو دفعة بسيطة وطريقة لتحفيز نفسك على العمل. والكثير مما ذكر هو نتاج خبرات شارما في الحياة، أو خلاصة لبعض المواقف التي تعرض لها شخصيا، أو أحداث كان شاهدا عليها من قريب أو بعيد. شارما اختار مجددا ألا يقسم كتابه، فتتداخل الفقرات والنصائح المتعلقة بالأفراد والشركات مع بعضها البعض، فتجد أنه يقدم نصيحة لك كجزء من فريق عمل، ليحدثك بعدها عن نصائح تخص حياتك العائلية، وبعدها نصيحة تساعدك على بناء علاقات، وهكذا. أسلوب الكاتب بسيط جدا، وهو من الكتاب الذين يكتبون في مجال التنمية البشرية بشكل بعيد عن الجدية، ولا يخجل من أخذ المثال والنصيحة من أي كان، سواء كان مغنيا أو عالما أو حتى شخصية من الرسوم المتحركة. وأسلوب روبن الذي قد يكون عيبا للبعض هو ما جعلني أحترم كتاباته وأحب قراءتها، لأنها تخاطبك وكأنك صديق للكاتب، لا يتعامل معك كأنه مدربك أو معلمك، وإنما شخص يحاورك. الكتاب، وبنفس الملاحظات التي خرجت بها بعد قراءة الكتاب السابق، ليس دليلا، وإنما مجموعة نصائح جمعت في كتاب واحد. فلا تتوقع أن يريك الطريق الواضح والبين لتغيير حياتك، وإنما يساعدك على إيجاد مواطن القوة والضعف لديك بشكل يجعلك تحدد هذا الطريق بنفسك. دليل العظمة ليس دليلا، ولا يختلف عن بقية كتب التنمية البشرية إلا في القليل. وبما أن الكاتب لم يخصصه للحديث عن أمر معين، فلا يمكن أن تأخذه إن كنت تبحث عن كتاب يريك كيف تنجح، وإنما كتاب يحفزك كغيره من الكتب الكثيرة لترك الكسل. أحببت الكتاب شخصيا، كما مع الجزء الأول قرأته وكأنني أستمع لروبن شخصيا، وكأننا أصدقاء نجلس لنتحدث. والكثير من القراء يرون الأمر بنفس الشكل، هو كتاب يستطيع أن يحفزك ويدفعك لتحقق ما ترغب بتحقيقه، لكن إن أنت أبعدت عنك الكسل وبدأت تعمل على تغيير حياتك. أدعوكم في النهاية إن رغبتم بذلك بمشاهدة مراجعة الجزء الأول من الكتاب، وأضرب لكم موعدا في عرض آخر للحديث عن كتاب آخر. ابقوا فضوليين، ابقوا محبين للعلم، ودعوا معارفكم تتشكل. أدعكم في أمان الله.